البرنامج بالتعاون مع شركه جي ام سي وجروب فاعل خير جاهز 12 عروسه بالاجهزه الكهربائيه في قريه زرزاره بالاسكندريه اللي عرضنا احوالها في البرنامج. تعالوا نشوف العرايس وفرحتهم بالجهاز الجديد. مبسوطة قوي ان انا حضرتك جبت النهاردة الحاجات اللي انا نفسي فيها عشان انا عروسة وكان نفسي في الحاجات ديت، والحمد لله اللي حضرتك جبتي لي الحاجات دي عشان انا كنت عايزاها، ووالدي كبير يعني في السن وكنت عايزة الحاجات دي. بنشكر برنامج واحد من الناس ان هو قدم لنا الحاجات اللي احنا عايزينها. ظروف اللي احنا يعني ايه، والدي موجود والدتي موجودة برضو، بس احنا 7 افراد في البيت، وكنت محتاجة الحاجات دي علشان خاطر نتجوز يعني وكده. هناخد سخان وغسالة، وشكرا طبعا لحضراتكم على الحاجة دي وكده. انا عروسة جاية اخد جهاز عروسة غسالة وسخان. الحمد لله كلنا مبسوطين، كل العرايس اللي هنا وفرحانين، وبحاجات دي ساعدتني في جهاز. النهاردة بتعاون مع مؤسسة واحد من الناس وشركة جي ام سي وجروب فعل خير. احنا عندنا 12 بنت يتيمة تم تجهيزهم من جي ام سي، وغير الشنط الغذائية والبطاطين، وربنا يكرمنا يا رب. ياريت ما نتكلش على البلد او نستنى البلد بتعمل ايه، ياريت نساعد الناس على قد ما نقدر.